اهلا بكم من جديد مع الطبيب والفقرات المهمة جدا واللي تخص كل بيت مصري وكل بيت نقول في الوطن العربي كله في اي مكان بيشاهدنا. النهارده بقى احنا جايين لكم بمفاجأة حلوة جدا، خصوصا ان احنا وصلنا لمرحلة وحشة جدا في الاكل. يعني احنا طالعين شهر رمضان، طالعين العيد، وبعدين بقى في خمول ان الدنيا حر، ما بننزلش كتير، ما بنتحركش كتير، بناكل كتير وبنفضل ناكل وبناكل وما بنحسش بالمشكله غير لما بنقع فيها. للاسف مرض السمنه المفرطه او اذا كانت سمنه موضوعيه ايا كان فهو برضه اساسه الاكل. اذا كان بقى بتاكل حلويات، اذا كان بتاكل اكل جانك فود كتير، ده كله بيعمل لنا مشاكل في جسمنا. وانا دايما بحب اقول المعلومه دي ان مرض السمنه ما بيحبش يكون لوحده، دايما بيحب يصاحب الكثير من الامراض معاه. يعني ممكن الاقي نفسي انا ما عنديش وراثه في السكر بيجي لي مرض السكر، ما عنديش وراثه في الضغط بيجي لي مرض الضغط وامراض تانية كتير. ايه رايكم النهارده بقى مع ضيف حلقتنا نشوف احنا ممكن نعمل ايه في اسلوب حياتنا، في التغذيه ناكل ازاي، ايه اللي نقدر نمنعه، ايه اللي نقدر نتحكم فيه، بس طبعا بالصوره الطبيه العلميه البحتة كمان. خلينا النهارده نرحب مع بعض بدكتور شريف عبدو، استشاري التغذيه العلاجيه وتنسيق القوام وعلاج القولون العصبي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورنا. الله يخليك. ايه رايك في العادات والتقاليد وطريقه اكلنا واهمالنا ومعرفش بقت عينينا بتحب الاكل قوي ليه كده؟ هو في مثل بيقول ان الانسان بياكل بعينيه قبل معدته. ايوه فعلا. خدت فعلا. فاحنا طبعا مبدئيا عايزين نعرف الساده المشاهدين بالتغذيه العلاجيه. التغذيه العلاجيه ده علم بيختص بمراحل تغذيه الاطفال، الشباب، البالغين، كبار السن في المراحل المختلفه. اوكي. وكذلك عندنا برضك بالنسبه لاثناء الحمل، اثناء الولاده، بعد الولاده طبعا، والحاجات دي مراحل فسيولوجيه مختلفه. فالمفروض بقى لها تغذيه مختلفه حسب وضع كل حال. فالعلم ده بيختص ان هو ازاي يعمل نظام تغذيه صحي يناسب كل شخص غير الشخص التاني حسب حالته الفسيولوجيه وحالته المرضيه، وده بيساعد في الوقايه من الامراض، واذا حصل الامراض بيساعد في العلاج كمان. عشان كده اسمها التغذيه العلاجيه. التغذيه العلاجيه تمام. طيب لو هنبتدي خطوه خطوه، انا عارفه حضرتك في ناس كتير قوي خست عند حضرتك، ومع انها كانت فاقده اصلا موضوع اللي انا وزني ينزل وبتجرب دايت كتير وبتوقف، ايه السر فيك اللي انت بتخلي الناس تكمل الدايت؟ هو الفكره كلها ان لازم اول مره يجي فيها المريض او العميل ان هو بيجي لازم يحدد تارجت. انا جاي اخس وخلاص. حددنا التارجت، بنحدد التارجت مع بعض، والتارجت ده لازم يكون سمارت، مش مجرد ان انا عايز اوصل لوزن كذا او عايز اخس بالمطلق. أوكي. لازم احط هدف سمارت، يبقى هدف عارف ليه مده زمنيه، ليه مراحله، اقدر احققه فعلا، مش مجرد، لان في ناس بتحط اهداف خياليه مش هتحصل اصلا ايا كان الوسائل، فلازم تبقى واقعيه اكتر من كده. الحاجه الثانيه لازم الاول نشخص المشكله عنده ايه. يعني مش مجرد هعمل له نظام دايت او نظام غذائي ويمشي عليه، لا احنا بنشوف يعني ايه سبب السمنه اللي في جسمه. ممكن يكون مثلا هرمونات او حاجه عنده في الغده، صح كده كلام؟ دي احد الاسباب طبعا. في اسباب وراثيه طبعا وان كانت نسبتها قليله، بس برضك بنقدر نتخطاها. دي تبقى عقبه، بس نشخص الاول المشكله ايه. غير العادات الغذائيه، عنده مشاكل في القولون، عنده مشاكل في الهضم، عنده مشاكل في الامتصاص، عنده نقص بعض الفيتامينات، عنده نقص بعض الاملاح. طب هي المشاكل في القولون ممكن تخليني جسمي يزيد او ابقى قابله للتخن؟ طبعا. معقول؟ طبعا. طب انا عارف ان المشاكل في القولون تخليني مثلا ما اقدرش اكل، معدتي ملتهبه، ايه بقى سلوك القولون؟ بيختلف من شخص للتاني. تمام حضرتك. في ناس ما بيبقاش تعرفش تاكل، في ناس العكس. بالذات مع وجود الاسترس بتطلع حماه في الاكل، الشهيه بقى، فدي مشكله تانية. فطبعا لازم نعالج القولون العصبي الاول وبعد كده نبدا نخس. لكن هنخش على طول على التخسيس وعند المشكله الرئيسيه موجوده، مش هوصل اللي انا عايزه طبعا. الناس اللي بتجي لك كتير يا دكتور، اكيد انت بتشوف الهيستوري المرضي بتاعهم. وانا قلت في البدايه كده ان ممكن يكون احنا ما عندناش مثلا حاجات وراثيه، بس من السمنه بيجي لنا امراض كتير. انا قلت السكر والضغط، ايه اللي بيجي لك تاني؟ طيب نلخصها بطريقه ابسط. أوكي. انا شخصيا بطلق على السمنه ام 44. ام 44؟ لا حيفا، عشان نسهل الموضوع شويه. هي بتعمل اكتر من 44 مشكله، تبقى احد الاسباب الرئيسيه 44 مرض.
يعني السمنه بالنسبه لها تعتبر عرض اكتر منها مرض. اوكي. فهي بتسبب مجموعه كبيره جدا من الامراض. عشان كده لازم نحط سبوت كبير على السمنه. ام 44 والوقايه اهم من العلاج. ام 44 تمام. يعني ممكن توصلني لعدد ده من الامراض. والعدد بيزيد، دي مشكله تانية كمان. اه